عندما تكون في علاقة عاطفية مع شخص آخر وكان هذا الشخص يبادلك نفس المشاعر، في هذه الأثناء تكون على مستوى عالي جدا من الاهتزاز الفكري الطاقي، وبإمكانك جذب كل ما ترغب به. كيف ذلك؟ أهلا بكم أيها الرائعون. واحدة من أقوى الطاقات بعد طاقة الامتنان هي طاقة الحب، خاصة المتبادلة. أثناء العلاقة العاطفية المتوازنة يكون اهتزازك الفكري عزيز المستمع في أوج عطائه، والملاحظ أن من جرب هذا الإحساس العاطفي الحقيقي يصبح إقباله على الحياة أفضل، وأحيانا حتى طاقة الغذاء تكون مغيبة من مخيلته لأن تركيزه فقط على مشاعره العاطفية الرائعة، وبالتالي يسمح له هذا التميز الطاقي بجذب المزيد من الأخبار المفرحة المتوازية مع حالته المزاجية الراقية. يمكنك عزيزي المستمع التمسك بهذا الامتياز الطاقي العالي لجذب مزيد من الرغبات، وذلك من خلال التركيز على جذب المزيد من الأشياء المتميزة لحياتك طبعا بإذن الله. إذا كنت عزيزي المشاهد في حالة حب متبادل وتشعر أن الطرف الآخر يبادلك نفس الإحساس، فاعلم أن مشاعرك قوية وسعيدة وطاقتك طبعا عالية جدا، باستطاعتك أن تطلب المزيد من الرغبات بإذن الله، لأنك ببساطة متوافق مع طاقات الحب الرائعة والتفاؤل والسعادة والإقبال على الحياة. يجدر بك فقط البقاء لأطول فترة ممكنة على هذه النوعية من المشاعر. احرص بقوة أن تبقى على نفس المشاعر، من المؤكد أنها تجلب لك مواقف وأحداث وأشخاص يعيشونهم أيضا على نفس المشاعر الرائعة. عزيزي المشاهد، طاقة الحب طاقة رائعة جدا، اهتزازها الفكري عالي جدا، وهي من أقوى الطاقات بعد طاقة الامتنان لله سبحانه عز وجل. اطلب واستقبل إذا كنت تعيش هذه المشاعر، ما ترغب به قد يأتيك بسهولة أكثر مما كنت تتوقع بإذن الله، سوف يتجلى في الوقت المناسب بكل سلاسة. يوسف حسن، في أمان الله.